السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله تكونوا عم تستفادوا من الفيديوهات والدروس اللي عم ننزلها. اليوم رح نبلش بالدرس الخامس اللي هو كمان تكملة، بيحكي عن وصف الناس اللي هي حكيناها بالألماني منشن بشخايبن، تمام؟ بالإضافة نحن عنا هون كمان اليوم مكتوب دي أوسيري إرشاينونج، دي أوسيري إرشاينونج يلي هو المظهر الخارجي، تمام؟ تمام. هلا عنا يلي بعدها دير بارت، دير بارت معناتها اللحية اللي هي الدقن، تمام؟ يلي بعدها دير شنور بارت، دير شنور بارت أي معناتها الشوارب، تمام؟ يلي بعدها يونغ، يونغ صغير السن يعني ولد صغير في هذا العمر مثل ما شايفين عندكم بالصورة. يلي بعدها ألت، ألت إنه حدا كبير بالعمر، حدا مسن كبير بالعمر. يلي بعدها موسكولوز، موسكولوز أي معناتها إنه شخص مفتول العضلات. يلي بعدها دي تسانشبانجا، دي تسانشبانجا هذا تقويم الأسنان. يلي بعدها بلاس، بلاس أي معناتها شاحب، إنه شخص وشه هيك زعلان أو مبين عليه هيك إنه تعبان يعني. يلي بعدها زونان جيبغويت، زونان جيبغويت يلي هو يلي بيعمل، يلي حدا عم يعمل برونزاج، عم يعرض جسمه أو وجهه للشمس، برونزاج بسموه. اللي بعدها دي grünen Augen، دي grünen Augen هاي اللي عيون الخضر، لون العيون الخضر. اللي بعدها دي braunen Augen، دي braunen Augen اللي هي العيون البني، لون البني. اللي بعدها دي grauen Augen، دي grauen Augen اللي هن العيون الرمادي. يلي بعدها دي blauen Augen، دي blauen Augen اللي هن العيون الزرق. عنا هلا الصفحة يلي بعدها كمان مكتوب عنا هون فوق منشن مش غايبن، كمان وصف الناس، بس عنا تحت مكتوب غير شيء اللي هي Gefühle und Persönlichkeiten، Gefühle und Persönlichkeiten يلي هي المشاعر وصفات الشخصية، Gefühle يلي هي المشاعر والPersönlichkeiten يلي هي صفات الشخص، تمام؟ نروح على اللي بعدها Glücklich، Glücklich يلي هي سعيد، شخص سعيد أو سعيدة. يلي بعدها stolz، stolz اللي هي فخور، إنه حدا مثلا فخور بشي عمله، بشي سواه أنجزه هو فخور. يلي بعدها überrascht، überrascht أي معناتها مندهش، إنه واحد متفاجئ هيك مندهش. يلي بعدها aufgeregt، aufgeregt يلي هي انه شخص منفعل، بس منفعل انه فرحان كتير بس من فرحته هيك عطى انفعال حلو. يلي بعدها verlegen، verlegen معناتها محرج، شخص محرج انحرج من شي يعني.
يلي بعدها فيفيت. فيفيت اللي هو شخص مرتبك متلبك، مثلا في شيء بده يعمله بس متلبك. يلي بعدها شوشتيرن. شوشتيرن يلي هو خجول، شخص خجول او خجولة. يلي بعدها ناخدنكليش. ناخدنكليش اللي هو باله مشغول عم يفكر بشغلات كتير مثلا. اللي بعدها نويجيريش. نويجيريش اللي هو الشخص الفضولي اللي بيحب يعرف كتير شغلات، مثلا الفضولي عنده فضول يعرف كل شيء. يلي بعدها نيدليش. نيدليش اللي هو شخص ظريف، حدا ظريف مثلا بنقال عليه هيك. يلي بعدها فيرليبت. فيرليبت اللي هو عاشق، واحد مثلا عاشقان عاشق. يلي بعدها زيلبست بيفوست. زيلبست بيفوست يلي هي شخص واثق من نفسه، عنده ثقة بنفسه يعني. تمام، هاي بالنسبة لهدول. هلا بدنا نروح على الكلمات الثانية. عندنا أول كلمة أتراكتيف. أتراكتيف اللي هو جذاب، حدا جذاب، شخص شخصية جذابة بنقول له أتراكتيف. يلي بعدها هبش. هبش يلي هي جميل، إنه شخص جميل إنه حلو شكله حلو بنقول له هيك. يلي بعدها هيسليش. هيسليش يلي هو قبيح، اذا حدا مثلا شكله بشع او كذا بنقول له هيسليش. يلي بعدها شون. شون شون بمعنى انه جميل، مثلا واحد عم يحكي لك قصه انه عم تقول له ايه تمام حلو انه جميل شون. يلي بعدها شلانك. شلانك يلي هو نحيف، حدا نحيف بنقول له هيك. يلي بعدها ديك. ديك يلي هو السمين، الشخص السمين بنقول له هيك. يلي بعدها جروس. جروس اللي هو شيء مثلا فكرة انه مثلا جروس لانج انه طويل، او جروس او كبير بتنقال انه كبير. تمام، شيء انه كبير بتنقال انه كبير، او اذا دخلوا مثلا واحد انه طويل جروس لانج انه طويل. اللي بعدها كلاين. كلاين يلي هو شيء صغير، او اذا دخلوا مثلا واحد قصير كلاين لانج. كلاين لانج انه هو قصير، طوله قصير. يلي بعدها دينار. دينار اللي هي الندبه، اذا في حدا على واحد مثلا وحمه او شيء بوشه او كذا بنقول له، او بجسمه بنقال عليها هيك. يلي بعدها نروح على الصفحه اللي بعدها. لا اوفن. اوفن اللي هو حدا منفتح، مثلا شخص منفتح او شيء. يلي بعدها توليرانت. توليرانت اللي هو متسامح، انه شخص متسامح، حدا زعج وحدا ضايقه متسامح ما بيحقد على حدا. يلي بعدها جدولدش. جدولدش اللي هو الشخص الصبور، اللي صبور بنقال عنه هيك. يلي بعدها فرويندليش. فرويندليش يلي هو الشخص الودود، يلي بيكون عنده أصدقاء ودود مع أصحابه هيك مريح، بيمزح بيلعب بيضحك. يلي بعدها زمباتش. زمباتش يلي هو الشخص خفيف الظل، يعني بيكون حضوره موجود، لا مثلا بتلاقي هيك دمه خفيف،
حضوره ماله مزعج هيك، ظله خفيف يعني. هذا بنقول له هيك. يلي بعدها نت. نت هي معناتها انه حدا لطيف، شخص لطيف. يلي بعدها لشن. لشن اللي هو مثلا شخص ابتسم، ضحك، من قال عنه انه ابتسم. يلي بعدها اللي هو مكتوب وحدة اللي هي مع الارتكل، كيف يعني انه بتقول واحد مثلا انه انا متضايق او انا فرحان او انا حزين. فاذا بتقول له انا متضايق مثلا بتقول ich bin verärgert. ich bin verärgert انه انا متضايق، اي اول وحدة. تاني ich bin froh. ich bin froh انه انا مبسوط، فرحان. اللي بعدها ich bin traurig. ich bin traurig انه انا حزين. تمام، لهون بنكون خلصنا هذا الدرس اللي هو الدرس رقم 5. رجاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو اذا عجبكم الفيديو والشرح والترتيب. تمام، بتشكركم وبنلتقي ان شاء الله بدرس تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.